كنيسة مار الأولى بال 1719 الميزة اللي فيها إنه هيدا هو الناقوس بعدنا لهلأ نستعمله. الناقوس لما مندق جرس بعدنا لهلأ. وهيدي الكنيسة شغلة كمان كتير حلوة, هي نجمة, هي نجمة داود اللي مذكورة بسفر الرؤيا, النجمة التي تشرق من الصباح هي نجمة داود, والتأكيد عليها فوق في صليب وتحت في صليب وبقلب سارك. السارك هي رمز ليسوع المسيح, لأنه ما بنعرف ني لو بوان دو ديبار ني لو بوان داريفي, هو الألف والياء. هيدا الباب بعده الباب الأصلي اللي بعده هيدا على سوس ونقطة. هيدا هو السوس والنقطة اللي بعدنا بنشوفهم من هون. نفتح السوس والنقطة, وهيدي هي كنيسة من أولى اللي بتمتاز بهالجمالية اللي ما أشرناها, بعدنا محافظين على لون السماء اللون الأزرق ولون التراب. الميزة اللي فيها فيها أكوستيك رائع, هيدي الفجوات الموجودة فوق في بقلبهم في فخار, والفخار بيمتص الصدى, مشان هيك الأبونا اللي عم بيقدس بتقدر كل الكنيسة تكون عم تسمعه. كمان شغلة كتير مهمة بالكنيسة هي الإيكونوستاز, هو الحاجز اللي بيفصل بين الهيكل وبين الشعب, اللي هو يعتبر أهم إيكونوستاز بالشرق. والميزة اللي فيه بيخبر كل قصة يسوع المسيح على خشب الجوز, اشتغلوا الرهبان من 1719 لل 1725, يعني 6 سنين يشتغلوا فيه. وفي فكرة لاهوتية بتبلش بآدم وحواء بالفردوس, وكل زهور وطيور يرمز إلى الفردوس الإله على الأرض. كمان هو سيمتري, يعني شغلة بنشوفها هون بنشوفها تاني يمين, لما وقعوا بالخطية الملك ميخائيل شحطهم من الفردوس. وكتبوا الإنجيلية الأربعة متى ولوقا ومرقس ويوحنا مع رموزهم اللي هن النسر والملك والثور والأسد. ببلش العهد الجديد مع البشارة, الملك جبرائيل عم بيبشر مريم العذراء, والأيقونة الملكية من 1719 من تاريخ الكنيسة موجودة دغري بيلا. الملك عم بيجيب عم بحط إكليل الشهادة للقديس غناطيوس الانطاكي, وهون القديس ديمتريوس مارمتر. منروح لتاني ميل مثل ما شفنا مريم العذراء, منشوف مار يوسف كمان, وأيقونة فريدة من نوعها يسوع عم بحط تاج لمار يوسف, وهالأيقونة موجودة هي ذاتها جوا. مار يوسف بنرمز له بزنبق, زنبق مار يوسف بنقوله لهلا, وبهالقدوم الشاكوش الصغير لأنه كان نجار. عندنا هون القديس جوارجوس عم يقتل التنين, والنبي دانيال في جب الأسود. نوصل للباب الملوكي بنسميه, عندنا لوحة كتير مهمة بتخبر الآب فاتح إيديه, جسد عطينا الابن, الابن على الصليب رمز الفداء, وبين راس الاب والصليب في عنا الحمامه هي رمز للروح القدس. اذا يسوع المسيح على الصليب بالنص عنا الجنود, لولا القيامه لكان ايماننا باطل. المسيح قام من بين الاموات, وهالقيامه وطبيعه المسيح الالهيه والبشريه دفعوا عنا القديسين اتناسيوس وكيرلوس اللي واقفين على اريوس. نوصل لهون, قامت الكنيسة على إيدين الرسل بطرس وبولس حاملين الكنيسة. الكنيسة بتتغذى من جسد يسوع المسيح السري, يسوع طالع من الكيس مش حاطين قربانة, وتنتصر بعلامة الصليب للقيل القديس قسطنطين وهيلين. هيدا الباب الملوكي هون. نحن الرهبنة الباسيلية الشويرية شفيع الرهبنة القديس باسيليوس. الدار هو دار مار يوحنا الصابغ, يعني اللي صبغ يسوع المسيح أو اللي عمد يسوع المسيح. والكنيسة اسمها كنيسة القديس نيكولاوس شفيع الكنيسة. نوصل لهون كمان, يسوع المسيح رأس الكنيسة, والرسل 12, 6 من هون 6 من هون, وأنا الكرمة وأنتم الأغصان, كل عني إيد عنب, والعريشة كلها عم تلتف حول الرسل. نختم بهالعصفور, هو طائر البليكان أو الغيهب أو اللقلاق بسموه بالعربي. قصته بتعيش بيعيش على شط البحر وبيطعمي وبدو يطعمي ولاده, ما بيلاقي أكل, بيغرز الباك تبعه بقلبه وبيموت تيطعمي جسده لولاده. هو رمز ليسوع المسيح اللي مات على الصليب حتى يعطينا جسده, حتى نكون نحن عم نحيا عطول مع يسوع المسيح. إذن هيدي كمان الحمام اللي جوا هي بيت قربان بتنزل, وعلى ظهرها في بيت القربان. على أيام العثمانية كانوا يفوتوا ويحطموا الإيكونات وإلى آخره, فكانوا يخبوا القربان من خلال بيت هالقربان, هي الحمام اللي بتنزل وبتطلع. تمتاز الكنيسة بعدد إيكونات رائعة جدا, منشوف الإيكونات الملكية ولو بطابع شوي روسي, إيكونة السيد وإيكونة السيدة, الرسل كلهم,
المسيح، التنين هو رمز الشر، تغلب على قوات الجحيم بأسرها، الصليب على التنين، ويوحنا الحبيب ومريم العذراء مع أدوات الصلب كلها. إذن هيدي هي كنيسة مرن الأولى. رح نروح أنا وياكم هلأ على كنيسة الدار الأساسية تنشوف كنيسة مار يوحنا، لأن اسمه دار مار يوحنا السابق. هاي الكنيسة مرن الأولى، رح نشوف الكنيسة القديمة اللي بيرجع تاريخها للألف ومئتين. هيدي الأيقونة، أيقونة مار يوحنا، بيرجع تاريخها لل 1719. ما كان صار الانقسام بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، كانوا كلهم أرثوذكس. إذن هيدا الروليكير نجيب نعمل هون وأكيد برمزيته، ولكن موجود فيه هون المان الحيل من القديس نيكولاوس اللي موجود جسده بعده بباري بإيطاليا، بعده لهلأ بيرشح جسده، وموجود رليك عظم من عظامه. وهيدا المزخر يرمز لهول الأربعة، للإنجيلية الأربعة. القديس نيكولاوس كان أسقف ومنسميه مرزخيا بالطقس الماروني، وكان ساعد الفقراء. منشوف هودي ثلاث طبات، هن رمز لثلاث كيس اللي كان يساعد فيهم الناس. للأسف أخذ صورة بابا نويل، ولكن هو القديس نيكولاوس اللي بيلبس أحمر، أسقف دقنه البيضة والكيس اللي حامله، ويكبهم بالشمينة تيساعد الناس. فهيدا اللي بده يجي هالكنيسة بيقدر يزورها، وهيدي هي الروليكار. هيك تنكون عم نبارك كل الناس فيها بتخيرة مار نقولة. هذا هو التطور دير مار يوحنا الخنشارة. ببلش بالألف ومئتين مع علامة السفين، كان عبارة عن كنيسة صغيرة وحدها ثلاث قلالي، ثلاث غرف. تطور بالألف وسبعمية وأربعة وثلاثين، تعمرت بالألف وسبعمية وتسعتاش كنيسة مارن الأولى، وتكبر الدير حتى أخذ شكله الحالي بالألف وتسعمية وواحدة وخمسين. بالدير في مركز الرئاسة العامة، مركز الابتداء، الإكليريكية الكبرى، الإكليريكية الصغرى، وكان في المدرسة اللي هي أول مدرسة ابتدائية بمنطقة المتن. في بالدار أربع كنايس، بتبلش بالكنيسة القديمة مار يوحنا بالألف ومئتين، كنيسة مار الأولى بالألف وسبعمائة وتسعتاش، وكنيسة السيدة الصغيرة وكنيسة السيدة الكبيرة. رهبانية الباسلية شويرية في خدمة الروح والفكر، بلشت رهبانية شويرية بالألف وستمية وستة وتسعين، وانطلقت من دير الخنشارة مار يوحنا لكل العالم. أسست الأبرشيات، وصلت لأستراليا، وصلت للهند، وصلت للبرازيل، لأمريكا، وبالإضافة عمرت أديار تانية بلبنان، اللي هو دير ملياس الطوق بزحلة، دير سيدة البشارة لرهبات الشويريات بزوق مكايل، دير الأرقف بكفرشيمة، دير سيدة النياح ببقعتوتا، الكلية الشرقية بزحلة، ودار القديس باسيليوس بالأشرفية. اطلع أطيب قهوة، المنقوش اللي بتقرقش، هيدي ما في منها. حفظني له التعابير تبعه. يلا جو انطلق. Thank you. أنا أولا نيكولا رياش من الرهبنة الباسيلية الشويرية. هلأ نحن رح نكون بدير مار يوحنا الخنشارة. أنا رئيس دير القديس باسيليوس بالأشرفية، واليوم جيت تكون أنا وياكم نعرفكم على جمالية الدير الأم للرهبنة الباسيلية الشويرية. هالدير اللي بيمتاز موجود بمنطقة رائعة، منطقة الخنشارة، ولكن اسمها الرهبنة الشويرية لأنه كان قبل منطقة الشوير وأخراج الشوير والأراضي حد الشوير، بعدين صار فيه الخنشارة. مؤسس المطبعة الشمس عبد الله الزاخر بال 1684 لل 1748. هيدي صورته وهيدي الماكات اللي رح نشوفها هلا. كل الأدوات رح نشوفهم على أرض الواقع بالمكان الأساسي للمطبعة، اللي هي اشتغلت من 1733 لل 1899، يعني حوالي 160 سنة. الميزة اللي فيها إنه كل أدواتها موجودة، إذا بدنا نشغلها بتقدر ترجع تشتغل وتنتج الكتب. وحافظوا عليها الرهبان بدير مار يوحنا بالمكان الأساسي تبعها، لتعتبر كنز للبنان وكنز للرهبنة. الكنيسة القديمة هي كنيسة مار يوحنا العابقة بالتاريخ. هيدا الباب الأساسي تبع الكنيسة،
البيبي يقال انه كان اوطى لسببين. اول سبب لما يفوتوا بالاحصنه على ايام العثمانيه ويكسروا، وسبب ثاني لما الواحد بده يفوت بده يسجد امام هذه الحضره الالهيه. كنيسه دير مار يوحنا الخنشارة الكنيسه الاساسيه اللي مفتحها لما بيجينا زوار ومنصلي فيها ليله عيد مار يوحنا ب 28 اب و 29 اب. هالكنيسه البسيطه ولكن بتحمل تاريخ كثير كبير، عقد بسيط جدا، في كمان فجوات اثنين صغار موجود فيهم فخار، ونتيجة الفحص الفخار يقال انه بيرجع تاريخها لسنة 1200. هالكنيسة عبارة عن حلية واحدة، المسبح بثلاث اقسام، ثلاث احجار يرمز الى الاب والابن والروح القدس، بنشوف هالثلاث احجار البسيطين. في ايقونات، ايقونة السيد وايقونة السيدة بيرجع تاريخهم للقرن الثامن عشر. بنشوف كمان جرن المعمودية الموجود وراء اللي تعمدوا فيه نص أهالي المنطقة وخاصة الخنشارة والشوار والضواحي، وبعده هالجرن لهلأ بيجوا الناس بيتعمدوا فيه، فإذا مندس فيه بنشوف الزيت والميرون. والأيقونة أقدم الأيقونات ليوسف المصور منصوبة لإله، بيرجع تاريخها للقرن السابع عشر، أيقونة يوحنا المعمدان عم بيعمد يسوع. أما الأيقونة الأساسية هي أيقونة يوحنا المعمدان 1725، الأيقونة العجائبية من سميها. يوحنا المعمدان عايش كملك على الأرض بجوانح، وعطول الشجرة التي لا تسمر تقطع وتلقى في النار. بإيقونات مار يوحنا منشوف عطول شجرة والفأس، ورأس مار يوحنا لأنه عيد الدير يتقطع رأس مار يوحنا، هو ذا صوت صارخ في البرية، أعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان أو يوحنا الصادق. هلا رح نفوت وهون رح يجي يقعد يدوق كل شغلة. يعني حضري حالك. يلا رجعينكم رجعين. ريحة حلوة كتير. أهلا وسهلا. كتير حلوة الريحة. إذن هيدي اسمها عين الدير، في حد جران وفي عقد قديم تحت، كانوا ينزلوا يعبوا ماي ويغسلوا تيابهم الرهبان بهالجران الموجودة، وكان الرئيس يختبر طاعة الراهب لما يوصل طالع بهيدا الدرج الكبير يكبله الميات مرة واثنين وثلاثة، لما بشوفه تزمر بقوله رجع على البيت، انت محلك ما لازم تكون بالدير. هيدا من زمان هيك، جورة هون جورة هون وهون حلو. شو معقول كانوا يستعملون؟ فيها تكون أولويات أيام زمان تبعت بدايات القعدة المريحة مع منظر، فيها تكون هيك ومريحة. كانت حلوة الحياة من زمان، كتير حلوة الحياة من زمان، دراج حجر هيك قصص مطبوبة على بعضها كله معمور على الإيد، والكل عايش مع بعضه بجماعة، وهيدا العيش بجماعة لازم نرجع نتعلمها شوي أكتر وأكتر، لأنه صار بالأيام كل واحد بعيش وحده. هذا هون جران الماي، وهيدا اللي كنت عم خبركم إياه كيف كانوا يغسلوا هون. هيدا الدرج كله لتحت بيوصلنا، فينا نوصل لهون، بيوصلنا لهيدا العقد القديم اللي اسمه عين الدير، وهيدا اللي بيجي على دير مار يوحنا الخنشارة ليل كتير اللي بيعرفوا انه في عين اسمها عين الدير. وبدي انزل شوف اذا بعد فيها مي. هي نزلة فيها مي، بعد فيها مي، نزلة كتير قوية، كتير 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 قوية، وبعد فيها مي. واو برود اميزنج، طلعوا رطوبة وبعد الماي ضايلة من الأرض من تحت الدير. رائع 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 رائع، بيوتيفل، والمنظر من هون روعة.
فوق كل باب وكل شباك قديم بالدير في صليب وما في صليب مثل الثاني. ليكو جمالية هيدا الصليب اللي موجود على باب المطبعة اللي هلا رح نفوت أنا وياكم ونكتشف شو فيها من كنوز. رح نبلش بأول باب اللي هو صالة العرض ورح نفوت أنا وياكم تنشوف شو في جوا. بنلاقي صورة عبد الله الزاهر، سي سون اوتو بورتري، رسم حاله كان يطلع على المي لأنه ما كان في مرايات بال 1700 ويرسم حاله، والصورة الأساسية بعدها موجودة بالدير عندنا. ننتقل لأول كتاب، كتاب ميزان الزمان 1733، أول كتاب انطبع بالحرف العربي بالشرق بمطبعة الشماس عبد الله الزاهر، بالإضافة لعدة كتب وكانت مواضيع فلسفية ولاهوتية ورد على الهراطقة وإعلان الإيمان الكاثوليكي فيما بعد. وشغل كمان كتير حلو لازم نذكرها، كان يستخرج الحبر من بلانتات حد الدير. هيدي مارك لازم يبلش هلا يعرف الوصفه تبعنا، وكان يطحن هالبلانت ويستخرج منها الحبر بثلاث الوان، الازرق والاحمر والاسود. وميزه الحبر اذا اجى عليه مي ما بيحل مثل هلا. واحدة منهم هي البلوط، بتعرف انه السنديان او العفص بيعملوا بلوطه، بس غير بيطلع عندهم مثل تواليل صغار بنسميهم جال. هول حشرات بيعيشوا جواتهم بيعملوا بيتهم الشتوي. منهم كانوا جدودنا وهلا خبرنا كمان الرهبان ياخذون يستخرجوا الاسيد جاليك يلي يستعمل بالحبر وبضاين كثير، والستيرويات القديمه كانت كمان منه. عبد الله الزاخر اخترع ساعه، وهيدي الساعه فيها كثير ميكانيزم، ويقال انه وقفت لما مات. مش عجيبه، انما لانه حدا بيعرف يشغلها غيره هو. أول صالة هي صالة النقوش، موجود كل شيء محفور على الخشب أو على النحاس، محفور على الانفير بالقلب، بس اللي حط له الأنكر الحبر ينطبع بطريقة مضبوطة. إذا بنشوف هالشبابيك اللي كلها فيها أدوات من المطبعة اللي ضل حوالي 15 سنة بلش فيها بزوق مكير بمنطقة عنطورة، بزوق مكير بلش يشتغل بالأدوات، وبعدين نقلها إلى دير مار يوحنا الخنشارة لأنه كان ابن عمه الأولى صيغ هو رئيس عام، فعطيه مكان وعمروا المطبعة اللي هي هالمكان الأساسي اللي نحن موجودين فيه، وبلشت المطبعة تتطور وتنمى وتكبر. عائلته اسمه عبد الله، بنسميه عبد الله زاخر، بس هو كان زاخر بالمعلومات والافكار، كان علامه كبير، عطوه لقب زاخر، بس عائلته الصايغ كان يشتغل بالصيغه من حلب، وعطوه لقب شماس لانه عاش مع الرهبان، ولكن هو ضل شخص علماني ما دخل الى معترك الحياه الرهبانيه انما عاش مع الرهبان. بنشوف هون كل الادوات والباجيناسيون 0 1 2 3، الارقام الصفحات كلها، ومنشوف دقيقه العمل لانه مثل ما قلت كان يشتغلوا اهله بالصيغه واجا من حلب. من الادوات اللي بعدها موجوده من ايام عبد الله الزاخر هو هذا مقص الورق اللي بعده يستعمل هلا بالمكتبات، اللي هو اخترعه من حط الورقه ومنقصها بالشفره الكبيره. هالالواح اللي كان تستورد من الصين، كل شيء كان يصير هون ما عدا استيراد الورق، حتى تجليد الكتب وخياطه الكتب مثل ما قلت الحبر. من بعد وفاه الزاخر ضلت الرهبني تشغل هالمطبعة مع رهبين كملوا. منشوف هون وراك يا أنطوني في شغل كتير حلو، هني هالدوليب اللي حطوا لهم الحبر تيعملوا كادرات الصفحات، كل واحد حسب قياسه، وبعد الدوليب هلأ بيمشي بيعملوا فيه الكادر وحطوا له الأنكر. هيدي هون تينشفوا الحبر هي مكنة كمان من القرن التاسع عشر بالألف وثمانمية. أما هيدي الصالة هي الأهم شيء، صالة التأليف، الأحرف كلهم موجودين بالعربي وباليوناني لأنه الطقس هو الطقس البيزنطي، بنعرف في عدة حروف، الألف بأول الكلمة غير بالنص غير بالآخر، فكان يصف الحروف كلهم. هيدا الطابع هو طابع مار يوحنا الختم الأساسي لرئيس الدير، وهود الفواصل وكل التفاصيل. وصلنا هون في شيء هيك اللي عم بيزوروا باسمها المسلة، نحن بنعرف المثل اللي تعبات وسلة بتنعر وبصيروا يقولوا شو هي المسلة، هي إبرة هيك سميكة وقاسية هلا بتشوفوها، وهي كان يستعملها لخياطة الكتب. هود القوالب اسمهم قوالب أرسوم، وهيدا الاختراع هو عمله، هيدي الميزة تبع المطبع، هي هيدي الطاقة الموجود فيها هالأدوات. لما اجت بعثة من ألمانيا عطوا لقب جوتنبرغ الشرق نتيجة هيدا الاختراع اللي نحن عم نشوفه. هيدي هي الطابعة الأساسية لعبد الله الزاخر، هالطابعة البسيطة. بعد وفاته تطورت المطبعة وجابوا الطابعة من مونزا من إيطاليا بال 1868، كانوا يحطوا الورق
يصفوا الورق والأحرف وبالشاشة هيدي يمدوا الحبر وفي هون دولاب يبرموها تفوت لجوا ويرجعوا يكبسوها وهيك تطلع كل شغلة بشغلتها. ضل حوالي سنة الطابعة القديمة حوالي سنة تأصدر حوالي 800 نسخة من أول كتاب اللي هو ميزان الزمان بال 1733. بهالأدوات كان يجلد أول شيء يخيطهم بعدين يجلدهم بهالملزمة ومن بعدها يرصهم حسب قياس كل كتاب. هودي الكتب أكيد مش من عبد الله الساخن إنما من بعده، ولكن ميزة الكتاب اللي هي الحبر تبعه بعده نافر شوي بيستعملوهم للأشخاص اللي ضريرين اللي ما بيقدروا يقشعوا فبيقدروا يلمسوا ويشوف قديش الأحرف نافرة. هيدا الكتب وهيدي الطريقة اللي كنت أنا عملكم إياها هي التجليد تجديد وخياطة الكتب. هيدا الطابع عبد الله الزاخر اللي تم إصداره ب 19 تشرين الأول 2001 اللي هو 1000 ليرة. مدرسة ماريو حنا الخنشارة تعتبر من أقدم المدارس وكانت من أول مدارس الابتدائية بسنة 1800 بمنطقة المتن، فخرجت عدد كبير من الأشخاص والشخصيات وبعدهم كتير أشخاص بيتذكروا هالمدرسة هالصوف اللي قعدوا فيها هالملعب الكبير هالتياتر البسيط وهالكنيسة السيدة اللي كانوا يطلعوا يقدسوا فيها كل يوم. بقلب الصخر كتير حلوين على هيدا الشير أنا 1 2 3 4 5 كانوا يعصروا فيهم العنب أو يعملوا دبس ما بعرف. وهيدي المنطقة هي منطقة شير منطقة صخرية هي حد الدير منطقة كتير حلوة. شغلة كمان بدي أخبركم إياها، هالبيوت القديمة اللي تحت كانوا يسموهم بيوت الشركاء، كان البسين كله عبارة عن بيوت وبعدين هدموا ضل في هول بيتين. هيدا البيت بيرجع لل 1700 تقريبا، هلا صار هو المزرعه تبع الدير وحده كمان محل بنعمل الجبنه واللبن. اساس هيدا الدير انشهر مؤخرا لانه عملوا المعصره كثير مهمه وماركت النبيدي اللي كل العالم حكيت عنه، بس بلشت مش بالغلط. وليش بتقولوا هيدا الدير مش غيره؟ يحيي بعتد عنا جواب. عنا جواب بالمعصره اللي موجوده فوق يلي هي على الطريق كل العالم فيها تزورها، والمعصرة المخبية اللي الناس كتير قليلة ما بتعرف فيها. بتبلش القصة كتير قديم، في عنا هيدي الجورة اربط نشوف يلي هن مبينة هون، في جورة كتير صغيرة هون كانوا يحطوا كل العنب على جنب، وأهم شيء كانوا يدعسوا بالإجرين، بالإجرين كانوا يدعسوا كتير منيح. شو بيبقى منه العصير تبعه بينزل بهول؟ تبع العنب انه منه العنب البقاع اللي ضربته الشمس على طول، هيدا هون واقع بجوره وفي نسبه رطوبه كتير كبيره، فعم يعطي حلاوه للعنب تتميز عن غير محل. بتعمله يعني في عم نحكي فوق ال 50 نعمل كميات كبيره، واخذ ميداي دور اهم فان روج اوليفان، يمكن الناس ما بتعرف هيدا الشيء اللي اخذتها الكاف تبعنا. الابونا اضطر يطلع على زحل اليوم ونحن كل قلبنا معه لان طلع ياكل صحن حمص كثير طيب، بس وعدنا رح نرجع نلتقى سوا تنقضي نهار كبير ونحكي أكثر ونركز عن بداية. كل عنا حمص مع لحمة وكاس عرق. الأيقونة هي إنجيل مفتوح، هي إنجيل بالألوان، هي اليهود بالألوان، هي إنجيل الفقراء لأنه ما كانوا يعرفوا يقروا، فلما يطلعوا على الأيقونة كانوا قادرين من خلال الصورة من خلال الألوان قادرة تدخلون إلى عالم عالم اليهود وعالم اللون. فمن خلال الرموز والتفاصيل قادر الواحد يعمل النوفال إيفانجيليزاسيون، قادر يعمل كاتيشيز، قادر يوصل صورة يسوع المسيح، قادر يوصل الإيمان، قادر يوصل تعليم الكنيسة أو الفن. عنا بتبلش أول مرحلة خشب بتكون مثل هاي،
بنرجع منلبسها ماش، بعدين بنحط لها معجونة كزوج لتصير ومنحفها لتصير ناعمة، بعدين بنرسم تكون عندنا صورة إما ساحبينا أو رسمينا على ورقة كالك، بنرسمها ببين الرسمات معنا الخطوط، بس الخطوط العريضة منحطها، بعدين منحط مواد فوق المعجونة لتصير مالسة كتير، تعزل عن المعجونة مشان الذهب ينصقل كلياته، بعدين بتبلش مرحلة التذهيب. هيدا التذهيب ذهب أصلي عيار 24، بيكون ورق هو. بعد التذهيب منحمي الذهب بمادة الكمالكة، هي كمالكة مادة طبيعية مدوبة بسبيرتو العالي الصناعي. بعد التذهيب والحماية منعمل الأوريول، نرسم الهالي، نرسم الهالي، هاي من إلا الأوريول أو الهالي حول القديسين. دايما بالأيقونات بيكون القديس نرسم له هالي وبتكون مذهبة، في أيقونات ما بتكون مذهبة كل الفون تبعها، بتكون بس مذهب الأوريول لأنه القديسين سكناهم بالسماء، والذهب بالأيقونة هو رمز إلى السماء. هذا اللون لون طبيعي مدوب بالماء، ومنحط له دايما صفار البيض. صفار البيض بالأيقونة هو رمز إلى الحياة، هو بيثبت اللون ورمز إلى الحياة بالأيقونة. سنة 1860 وقت حرقوا الكنائس، جابوا الفنانين كتاب الأيقونات من القدس واجوا سكنوا بلبنان ورسموا أغلب الكنائس، وتكفلت روما بدفع بدلات الأيقونات لأغلب الكنائس بلبنان. لهالشيء بتلاقي أغلب الكنائس فيها هي المدرسة القدسية. في عنا أيقونات كتير من المدرسة الحلبية، وفي مدارس كتير حسب المناطق يعني، بس بالشرق مشهورة المدرسة الحلبية، هي طبعا مع الدمشقية كانوا تلاميذ الحلبية، ومدرسة القدس هون بالشرق أكتر شيء هودي. أبونا بطرس خوري راهب شويري بكتب أيقونات، صار لي من سنة بلشت تعلمت بسنة 93 وإلى الآن بعدنا عم نتعلم كتابة الأيقونة. نازلين هلأ على الغداء على ميدة الدير، رح نقطع بالبارتي المخصصة لسكن الرهبان، عم نفوت على الدير القديم اللي كمان في هيدا الحجر الرائع اللي معمول من المقالة حد قد ايه. هيدا هون التريبون، كمان نشوف الصليب فوق باب الكنيسة، وصلنا كمان للكنيسة لتحت، ورح نفوت بهذا البارتي القديمة وننزل هودي القليلة، هني أبواب ورا كل باب في غرفة الرهبان. رح ننزل على الدرج، درج صخري، ونشوف هلا الصخور، نشوف الحجر، جمادية تامر يوحنا الخنشارة من الداخل. هيدا درج بسموه درج، هيدا الجرس اللي هو جرس الميدة، ورح ننزل هلا الرهبان بلشوا يتجمعوا وننزل كلنا سوا. هيدا مطبخ الدين، نشوف خشب القطراني وندخل سوا الى الميدة حتى نكون عم نتغدى.
فشيك ضيافة إبراهيم اللي كتبها أبونا بطرس، اللي هي الملائكة الثلاثة اللي بيرمزوا للثالوث الأقدس، الأب والابن والروح القدس، وكمان إبراهيم أبو الآباء ومرته سارة كمان مجتمعين، وعم نرحب فيكم بهالأيكون الرائعة. الكتاب المقدس من رسالة القديس بولس إلى أهل تسالونيكي، الفصل الثاني، تابع باسم الرب. بارك أب. صلوات يا أبانا. يعني هاي البطاطا مثل ما بقول أعطوني بتقرقش، بتجنن، بتطير العقل. عن جد بدعيكم كلكم تجدوها البطاطا الموجودة عنا. هذا نهار طويل، كل واحد بيكون بالشغل تبعه، إن كان كاتب الأيكونات أو بالرسالة أو بالتعليم أو بالرعية، نجي بنلتقى كلنا. بس اليوم الرهبين اليوم مشغولين، كل واحد عنده شيء، مشان هيك ما عم نشوف الميدة شوي نحن وياكم بهالبساطة مع ثلاث أربع أخوارنا. نلتقى كلنا تنتشارك مع بعضنا لقمة المحبة من تعب الرهبين. نلتقى كلنا هون تنتغدى أو نتعشى أو نتروق سوا. هيدي هي ميدة الدير موجودة عندنا اليوم نهار الأربعاء، يعني أشياء بسيطة معنا لحمة. صار لي 30 سنة مش أكل هندة، لأنه دايما فيها بصل ولا بعقل. أنا حفظت الوحدة الغداء أكلتهم طيبين، ها؟ سو الأربعة والجمعة ما لازم نرجع، نحن نجي سابت، نرجع سابت تنين تلاتة 100%. هذا اللي أنت بتسميه comfort food، نفس نفس البيت، طعمة البيت. جيب شخصين حط ليهم زيت المكونات، في شي بيطلع طيب، شي ما بيطلع طيب، مش معقول البركة طالعة من الصحن، من البطاطا، من مثل إذا أنت زرعت وأنا زرعت. صح نفس صح بقول لك صاحبي، إن هاي سبطة، هاي دي خليني أنا بالأكل وأنت بالزراعة. هل تبخل ما فيكم تاكلوها إلا بالبيت يلي ولا مطعم بيعطيها؟ عن جد comforting، نوع إنه هاي الأكل اللي واحد ساعة بياكل دش ما بده شيء، ما بده شيء، بطاطا بس بيكلها الواحد. بحس الحنين والحب والمحبة والإحساس والتعب وكل البركة اللي بقلبها. إخوات رح نعملون أصحابنا أكتر، هيك بيعزمونا أكتر. خلص هيدا الصوص هيك على الوجه. بليز دوق وخبرنا. عم بتعلم العوايد، أول شيء الكرم والاهتمام والتحلية والقمح اللي قطع قبل شوي، وهلأ اجوا المربيات وتعلمنا كيف بنعيش كلنا مع بعض. بياخد بدو الكل عم بتطلع طيبين مش طيبين وبقطع، فضروري الواحد ياكل تاكلنا نعبي غذاء. يلا مارك عندك أربعة قطعن وجعر الدن. كتير سكر خفيف، طعمة الفواكه بعدها فيها، قرشة الفواكه مثل كانوا معملين هلا، ما بدون خبزة. بيوتيفلي دون بيوتيفل. طيب مارك خيرت رأيي، ركزوا على الفواكه. اللهم ارفع يمينك مع يميني وبارك هذه المائدة والذين أعدوها والذين أعدت لأجلهم، واجعل هذا الدائرة حامرا، وأعطي الساكنين الخلاص، وعود عن الذين أكون متعابين، عوض الواحد 30 و60 و100، وفي الآخر ملكوت السماوات، فإنك مبارك كل حين. جاي لكم الاكلاتكم كثير طيبين، صحتين كثير كثير كثير، صحتين ميرسي. هاي وبعدونا انه انعزم لعندكم اكثر واكثر. ميرسي ميرسي ميرسي، يا هلا ميرسي لك، كثير طيبين، نفسهم واضح، فيهم حب ماكسيمال. ثانك يو لك ذوق، ميرسي لك. يلا باي باي، بدنا ندوق اللحمه مرتجية. صار وقت القهوه، بتذكرني بايام المدرسه كنا ساعات نسمع هيدا، يعني خلصت الفرصة. عايم ما بتذكر قهوة.
هيدا جناح الإكساركوس جوزيف نصر الله اللي جابت الرهبن المكتبة كلها تبعه كتب قديمة، وتعتبر كانت مكتبة ديرمر يوحنا أهم تاني مكتبة ببداية القرن العشرين، فعبارة عن كتب لاهوتية وتاريخية وفلسفية. أكيد في عنا زواريب كتيرة هون نقدر نفوت نشوف، بنشوف الرسائل والمخطوطات وال... فعنا هون كله عتم. فرن الدير اوكي، وهيدا بعده الشحطان اللي كان نتيجه الخبز اللي كانوا يعملوه بفرن الدير. الدير كان عباره عن مدينه فيها الخباز وفيها الفران وفيها السكاف وكل شيء كان يصير بقلب الدير. بنشوف هون هالاخبيه القديمه، حتى بنشوف اماكن للزيت لنبيد لتعتيق نبيد. هيدا هو كان هون الدير بار يوحنا الأساسي، هلا بنسميه الكلار اللي هو مكان تخزين ألموني. المغاوي هون كان في، بنشوف عندنا هيدي الطاقة اوكي، بنرجع بنقدم بنشوف هون في عقد وفيك تطلع لفوق وتشوف هيك في مغارة صغيرة جوا بقلب هيدي الطاقة اوكي. أكيد بنشوف هون كمان الخوابي اللي كانوا يحطوا فيهم الزيت والنبيد، كانت كلها خوابي بقلب الأرض. بدي لك مرسي، مرسي من قلبي، مرسي على الثقة، لأنه هالثقة خلتنا نفوت لجوا، مرسي محل ما فوتنا على بيتكم اللي ممنوع حدا يفوت عليه ونحن بنعرف، مرسي على المائدة يلي مع بعضنا قعدنا وصورنا وضحكنا، مرسي على المعلومات الكتير مفيدة، قد ما قالك مرسي ما بتقدم، وإن شاء الله نكون قدرنا وصلنا هيك فكرة صغيرة وعلمنا الناس أو شافوا ما ورائيات البنى الحجر وقديش في شغل بيصير جوا وقديش في معاني بيصير جوا. مرسي أجان. يعني أنا بدي أتشكركم وعلى أمل إنه ترجعوا تعيدوا هالزيارة، واليوم مثل ما انتم شفتوا يكونوا كل واحد هلا عم بيشوفنا يكون عم يجي على دير مار يوحنا الخنشارة يشوف مثل ما قلت انت هالكلمة الحلوة، ورا الحجار في الإنسان، لأنه الكنيسة هي منا الحجر، هي كل واحد إن كان راهب أو مكرس أو علماني أو حيالله واحد عم يشتغل بمحل اللي هو موجود فيه واللي اختاره ربنا أن يكون موجود فيه، لأنه كل واحد عنده رسالة، كل واحد ربنا عطيه وزنه. فدير مار يوحنا اليوم شفنا أنا وياك شو كان مخبى من أسرار ومن كنوز، من المطبعة للإيكونوستاز للميدة للمكتبة لهالحجار العبقى بالتاريخ والبخور اللي عبقى بصلاة رهبان قديسين عايشوا بهذا الدير وندروا حياتهم. هالنزورات الثلاثة الطاعة العفة والفقر، لما بيجي الواحد إلى الدير بينطلق منه وبينهي حياته فيه. فهيدا الدير هو منارة فكرية وروحية بقلب المتن، بشع نوره، نور قداسة ونور الصلاة ونور السقافة، ما فينا ننسى المطبعة الشهيرة مطبعة الشماس عبدالله زاخر، وهيدا كنز ودعوة لكل واحد يجي يشوف هالمطبعة ويشوف شو عنا بلبنان. عنا شيء روعة، منروح على بلدان برا يمكن تنشوف فوتاي أو تابلو صغير، نحن عنا كنوز. هيدي دعوة لكم كل أشخاص اللي قاعدين حد المتن، فيكم تطلعوا بيروت شوفوا هالتأس الحلو اليوم عملوا مارش مارك وأنتوني بقلب هالطبيعة الرائعة، فيكم كمان تعملوا مارش وتشوفوا المعصرة، تشوفوا نبيد، تتزوقوا نبيد الطيب من دير مار يوحنا الخنشارة وتشوفوا هالإيكونات الرائعة، وهيك تطلعوا شوي من جو بيروت وبتدخلوا بجو الروحاني، جو القداسة والصلاة والسقيفة. أهلا وسهلا فيك. مرسي بكول. تعالي نحن من 5 سنين وجيت على الدير، بس كانت قطعة كتير سريعة وما انتظرت أنه النهار رح أرجع أجي بعد 5 سنين وشوف هالقد وفوت بأعماقها وتعرف عليه أكتر. خنشارة ضاعة كتير حلوة، كتير كتير حلوة. أكيد ما حكينا اليوم عن الإربان يلي بده حلقة وحده، بده حلقة وحده، نبيد وحدهم صح. رح نرجع لهون لأنه وعدونا يطعمونا لحمة بعد الصوم. رح نرجع لهون لأنه في نبيدات بعد ما صورناهم، رح نرجع لهون لأنه بعقده كتير طيبين. Thank you so much. يلا see you next time بأحلى بلد بالعالم وبوحدة من أحلى ضياع لبنان.